فويس مسج من علي. صفاء كيفك؟ شفت الجو برا كيف؟ الجو روعه. اسمع، جاء على بالي شوربه. يلا خمس دقائق بكون عندك. شوربه في خمس دقائق؟ خلص عرفت شو رح اعمل. اليوم رح اعمل شوربه الفطر بالكريم. المكونات: ثوم، بصل، كراك، فطر طازه، زعتر بري، زبده، زيت زيتون، ملح وفلفل اسود، وشوربه الفطر بالكريم. رح ابدا اني اقطع الفطر، وانا بحب اضيف فطر طازه لحتى تعطيها قيمه غذائيه اكثر. حنقطع كمان شويه كرات شرائح. رح ابدا اني اخذ زيت الزيتون احطه في المقلايه واشوح الثوم والبصل واضيف عليهم الفطر والكرات. رح ابتدي اضيف الزعتر البري، واضافه الاعشاب للشوربات بيعطيها طعم كثير غنيه. نزيد رشه ملح ورشه فلفل اسود، وهلا اجى وقت اضافه الشوربه. على بال ما الشوربة تغلي، رح أحضر فطر مقلب شوية زبدة وخبز محمص بالجبنة يتقدم جنبها. رح نزيد الفطر اللي حمرناه بالزبدة، طبعاً لازم رشة بقدونس والخبز المحمص. وبهيك صار عنا شوربة هوم ميد بخمس دقايق بس. وصحتين وعافية.